تحية طيبة للإخوة الممثلين ديال الصحافة المحلية والوطنية بمدينة أسفي بمناسبة الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واللي دأبات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تنظيمها في كل سنة احتفاء بذكرى التأسيس واعترافا بالمنجزات اللي حققتها المندوبية العامة واعترافا بالمجهودات اللي تبذلوها الموظفين ديال قطاع السجون. فالمندوبية العامة هذه السنة تحتفي بالذكرى 14 لتأسيسها، وذلك للوقوف على المنجزات المحققة خلال الفترة السابقة، واللي هي منجزات لا يمكن لأحد إنكارها، وهي منجزات اللي تحققت على أرض الواقع، شملت مجموعة ديال الحويجات، مجموعة ديال المرتكزات، منها ما هو إدماجي تأهيلي لفائدة السجناء ويتعلق الأمر بالتعليم والتكوين ومجموعة من البرامج الحديثة المبتكرة من أجل إبراز قدرات السجناء وتشجيعهم على الخلق والإبداع، وبرامج أخرى تتعلق بالشق الأمني واللي ارتكزت أساسا على تدعيم الجانب الأمني للحفاظ على أمن السجناء والموظفين وسلامة المباني والسجناء المخصصة والمباني والمنشآت المخصصة للسجون. والمندوبية العامة بالاضافه للجانب ديال الادماج والجانب ديال الامن ما غفلاتش الجانب ديال التدبير الاداري واعتماد حكامه جيده في التدبير الاداري للشان السجني، وتظهر هذه الحكامه في اعتماد مجموعه من الاليات والميكانيزمات واعاده الهيكله ديال الاداره على مستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما ان هذه المناسبه تعتبر بمثابه احتفاء بموظفي المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج، وهو أبسط ما يمكن نقدمه لهذه الفئة ديال الموظفين الدولة. هذه الفئة ديال الموظفين الدولة اللي تتشتغل في واحد الظروف صعبة، تتشتغل في ظروف استثنائية، تشتغل داخل فضاء مغلق ومع فئة خاصة من المواطنين. العمل ديالهم تيستلزم واحد الجهد كبير، واحد الميكانيزمات خاصة من أجل يعني تحقيق وتنزيل الرؤية والاستراتيجية ديال المندوبية العامة. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية وهذا الفضاء المغلق ديال عمل موظفي السجون، فلا يسعني خلال هذا المقام إلا أن أنوه بالمجهودات الجبارة ديال الموظفين ديال السجن المحلي بأسفي خصوصا، والموظفين ديال المندوبية العامة عموما التي استحقوا كل التقدير والثناء والشكر الجزيل على التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل تحقيق التقدم والرقي لهذا القطاع والمساهمة في تحقيق الأمن العام ببلادنا الحبيبة. فالموظفين ديال إدارة السجون كما سبق وقلت دائما سباقين للعطاء، دائما سباقين للتضحية. فعلى سبيل المثال إلا رجعنا شوية للوراء وتذكرنا الجائحة ديال كوفيد 19 وما رافقها من إجراءات على مستوى جميع القطاعات ديال الدولة، فكانت المندوبية العامة أيضا سباقة للتصدي للجائحة، وكانوا الموظفين ديال إدارة السجون وأعيد وأؤكد كانوا سباقين إلى إمضاء أيام كثيرة، أيام طويلة داخل الفضاء السجني اللي مضاوها مرابطين داخل السجون، ما تيشوفوش وليداتهم مضحين بأولوياتهم العائلية والشخصية في سبيل أداء الواجب المهني والواجب الوطني. فلا أقل من أننا نتوجه لهذه الفئة هذه بالشكر والثناء الجزيلين، ومن جهة أخرى كاع نقولوا حنايا هاد الموظفين ديال هاد القطاع من هذا المنبر، وأضيف صوتي إلى صوت السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي طالب غير ما مرة بتحسين الوضعية المادية لموظفي قطاع السجون
بما يتناسب والمسؤوليات الجسام التي تطالعوا بها. فمن هذا المنبر أتمنى أن القطاعات الوصية تلتفت لهذه الفئة من الموظفين وتدرس الإمكانية ديال الرفع من قيمة التعويضات المخصصة لهم، يعني كنوع من العرفان بالمجهودات المقدمة من طرفهم وكنوع من الإنصاف والمماثلة مع باقي القطاعات المماثلة. الأخير وفوتني أن أؤكد لسيادتكم كاملين بأن المندوبية العامة تجدد التزامها الدائم في التواصل الدائم والفعال مع جميع الشركاء والفاعلين والقطاعات المعنية ذات الصلة بالشأن السجني، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلي الصحافة. فالمندوبية العامة تنهج في هذا الإطار سياسة الانفتاح وسياسة التواصل الدائم واللامشروط المرتكز على التواصل الفعال من أجل تحقيق الأهداف المتوخات والتعريف بالمندوبية العامة كقطاع حيوي يساهم في الأمن العام للبلاد وإبراز المنجزات والتعريف بالمهام الجسام اللي تقدموها للموظفين ديال إدارة السجون. والشكر الجزيل لجميع المنابر الإعلامية وإلى لقاء قريب إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.